السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد عندي في القناة. شكرا بزاف على التتبع ديالكم والدعم ديالكم. اليوم ان شاء الله غنبدلوا الروتين شوية، نوجدوا واحد الحليوة باش ندوزوا اتاي. راها سهلة ما فيها والو، جوج البيضات وواحد الخميرة حمراء، واحد الكاس ديال العنبة ديال السكر، واحد الكاس العنبة ديال الزيت، و 125 غرام ديال الزبدة والدقيق على حسب الخليط، وشويه ديال القنرفل باش نزينو باش نديرو نزينو الحلوه ديالنا. صافي غادي ندير الزبده ونزيد عليها سنيده، ونحاول هذاك الزبده نحاول نحكها مزيان مع ديك سنيده باش تدوب لينا، حيت الا ما دابتش غادي يبقاو لينا دوك الحبيبات ديال سنيده في الحلوه، ما تجيناش هي هذيك. ومن الاحسن نخدمو بيدينا الحلوه الصراحه، من الاحسن تخدميها بيديك بلا ما تحتاجي ديري الطراب ولا، حيت باش يلاه يلاه تبان لك الخدمه كيف تبان لك الخدمه مزيان. ملي كتكوني ديري الطراب كيبقى يلصق لك تخليك الزبده ما كتذوبش لك سنيده صراحه. اللهم اللي الدين تحاولي تحكي هذيك الزبده مزيان مع سنيده باش تذوب. وصراحه هذه الحلوه اقتصاديه يعني، وكتعطي واحد شويه يعني كتعطي الحلو كتخرج يعني واحد شويه، ومزيان نوع شويه مره مره نبقاو نديرو واحد الحلوه باش ملي يوصل يوصل عيد الفطر ان شاء الله، من وراء رمضان ان شاء الله نكونوا كاملين وجدنا الطباصل ديال الحلوه ديالنا. علاش لا يعني، كل مره نعطوا واحد النوع، وملي قرب العيد الفطر غادي تقدري توجدي الطبصيل متنوع ديال الحلويات. وصراحه كتجي هشيشه كتجي هشيشه يعني، ما فيهاش مقادير بزاف. اللي بغى تخرج كميه كبيره تضوب المقادير، حيت المقادير تقدري تضوبليهم الا بغيتي يخرج لك كميه كبيره. صافي من بعد نضيف الزيت ونعاود عاوتاني نحك مزيان ديك الزبده مع سنيده ومع داك الزيت باش يلاه يلاه تذوب سنيده. ومن الاحسن في سنيده نستعملو سنيده رقيقه، سكر رقيق، حيت ملي كتستعملي الغليظ كي سنيده الغليظه شويه كتعذبك. صافي من بعد البنيتات ديالي ما كيخلونيش نسجل صراحه، كيكونوا جالسين حدايا كيلعبوا حدايا ضروري تهضر فيهم شي وحده. صافي من بعد غنضيف البيض ونعاود نخلط مزيان. صافي ملي نخلط مزيان البيض مع المكونات الاخرى عاد نضيف الدقيق. انا راه داك المقطع ديال اللي زدت فيه البيض راه تمسح ليا، غنزيد الدقيق. وبالنسبه للدقيق العجينه خصها تكون رطبه شويه يعني، نحاول تكون رطبه شويه ما تكونش قاسحه باش تجينا هشيشه، باش تجينا الحلوه هشيشه. نزيد ديك الخماره والدقيق، نبقى نزيد غير شويه شويه ونجرب العجينه ديالي. الا شتها صافي راه تجمعات صافي نحبس الدقيق. الصراحه يعني كيجي واحد الشكل كتجي ديك الحلوه دايره واحد الشكل زوين، خصوصا الا زيناها بديك القرنفل.
نحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا، وكما قلت قبل الدقيق كنزيدوه غير شويه شويه، نحاولوا ما نزيدوش الدقيق دفعه واحده باش ما تقصحش لينا العجينه، يعني باش نقدروا نتحكموا في القوام ديال العجينه. صراحه القصعه كتسهل عليك بزاف، يعني العجينه ديال الحلوه صراحه كتجيك مزيانه في شي قصعه، الا كان عندك شي قصعه فاش تعجني حسن كتجي مزيانه، يعني كتسهل عليك ما كتلصقش لك العجينه بزاف وكتجيك سهله. صافي ملي نجمعوها ونعودو مره نجربو مره نهزو واحد شويه د العجينه ونشوفو واش تجمع ولا لا. نجمعو العجينه ديالنا كامل، ما نضيعو حتى حاجه، نسقرمو واحد شويه حتى حاجه من ديك من ديك من ديك العجينه اللي في القصعه، نحاولو نجمعو دوك الجوانب، كلشي نستغلوه. عاد انا راه دابا في هذه المرحله راه انا شعلت الفران، شعلت ليه من التحت ومن الفوق باش يسخن مزيان. عاد نجيب الطاوات ديالي وندير الكويرات ديال الحلوه ديالي، ما نبسطهاش، نحاول غير نجمعها شويه في يدي وما نبسطهاش باش ما تجينيش مفرشه بزاف، ونديرها صغار، نديرهم صغيورين، يعني نحاول نديرهم صغار حيت الا درتيهم كبار غيشدوا لك بزاف، ما غاديش تخرج لك الحلوه بزاف، وحتى ما يعطيكش الشكل ديالها ما يكونش زوين. صافي ونحاول ما نقربهمش لبعضياتهم، كل وحده نبعدها شويه على الاخرى ملي نحطها في الطاوه، حيت غادي تهبط واحد شويه يعني باش ما يتلاصقوش ليا. والطاوه راه ما مدهوناش حيت الحلوه راه ديجا فيها الزيت، فيها الزبده، يعني ما كتحتاجيش تدهني الطاوه، حيت كاينين واحد شي انواع ديال الحلويات اللي كتحتاجي تدهني فيهم الطاوه، هذه لا. صافي نعمر الطاوه ديالي وندخلها للفران. بالنسبه للفران راه هو سخون، وملي نبغي ندخل الطاوه غنحاول نطفي لتحت ونخلي الفوق مشعول باش تشقق ليا. عاد من بعد ملي تشقق وتحمر شويه عاد نشعل من التحت، ونحاول على راه هي دغيا كتحرق من التحت حيت ما فيهاش المكونات بزاف، الحاجه الحلوه اللي كتكون فيها الزبده يعني كتكون خفيفه، يعني دغيا كتحرق خصك ما تسهيش عليها. صراحه كتعطي واحد جوج طاوات، بالنسبه لي انا خرجت لي جوج طاوات، يعني الله يجعل البركه بهاد المقادير كامل. وفي التزيين غندير ليها واحد القنرفله في الوسط، ندخلها الفران، الطاوه واجده. بالنسبه للقنرفل راه اختياري، بغيتي ديريها غير هكذاك ديريها، ولكن صراحه القنرفل كيعطيها واحد المذاق زوين. صافي هاد الطاوه ديالي خرجت من الفران، خرجتها من الفران هي تشققات، تحمرات لينا من التحت ومن الفوق. بالنسبه للقنرفل صراحه كيعطيها واحد المذاق زوين، يعني ماشي القنرفل غادي تحيدي القنرفله وتاكلي الحلوه، راه كتاكلي الحلوه مع القنرفل ديالها، كل ما كتاكلي شويه ديال القنرفل من ديك العضه كتعدي شويه ديال القنرفل مع الحلوه صراحه كيعطي واحد المذاق زوين. ومن هانيت راه القنرفل كي عنده فوائد بزاف، ماشي غير مزيان الرائحة ديال الفم، مزيان يحمي من كورونا علاش لا. وبصحة والراحة وجدات الحلوة ديالنا، نشربوها مع شي كاسة أتاي مشحر.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنساوش ديروا لي أبوني ولايك ودعموني باش نعطي الجديد إن شاء الله.